ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم شوية مشتريات اشتريتها من عند أم هاجر، وجلاليب جلاليب كريب مقصوصة، يعني شايفين ما هي على قد التقفيل. ادا الوش، الوش بتاعها اهو وادي ظهرها. السعر بتاعها بقى خيالي. انت لو هتشتريها من في الصيف اقل حاجة 85 95، بتبيعها كده لوحديها ب 40 جنيه. شايفين الرسمة بتاعتها، ادي الصدر بتاعها اهوت اهو، ولحد شغل لحد الديل اهو، ادي دي لوحدها كده ب 40 جنيه. يعني انت تاخديها تقفليها ما عند اي حد، مش ياخد منك كتير. اهي شايفين الرسمة بتاعتها لحد فين، وادي الكم بتاعها اهو، الكمام بتاعتها اهي الرسمة نفس الكم برضك. انت بتاخديها توديها لعند قد ترزي ويقفلها لك، لو حتى لو ما بتعرفيش تخيطي، انت لو عندك مكنة تقفليها انت وتعمليها، وباربعين جنيه. يعني كانت اي جلابية عندها باربعين جنيه. دي اول واحدة معانا. تاني واحدة شايفين ديت، دي برضك باربعين جنيه. دي بنص، ادي الصدر بتاعها، دي راكبة اهي ومتخيطة من فوق، هو بس على قد تتني الكم، تتني الكم والديل من تحت اهي. دي كمان اهي باربعين جنيه. انت هتاخديها تتني الجناب وتتنيها من تحت وتتني الكم. شايفين الجمال، جمال الصدر بتاعها اهي. دي جلاليب كرداسة اللي هي بتتباع في الصيف بمية وشوية. شايفين الرسمة بتاعتها عاملة ازاي، يعني ممكن لو اي حد بيبيع بتاع ياخد منها كمية اللي هو عاوزها ويقفلها على المكنة في الوقت ده ويبيعها في الصيف بأغلى من كده. يعني انت لو هتجيبها من بره تجيبها من بره بكام؟ مش بمية وخمسين جنيه، هي بتبيعها بأربعين جنيه اهي. التقفيل بتاعها مش بتاخد حاجة، هو الجنب تقفل الجنب والكم دي بنص. هنشوف حاجة كمان اهي، ودي واحدة كمان اهي، الصدر بتاعها، الصدر بتاعها اهو. هتاخدي انت تركيب الكمام اهي، شايفين الصدر، والقماشة بتاعتها تحفة طرية. انت لو هتجيبها اقل حاجة 250 جنيه في الصيف، بتبيعها باربعين جنيه. يعني باربعين تشتري، يعني بتمن واحدة تشتري اربعة ولا تلاتة. شايفين الرسمة بتاعتها ومقاساتها كبيرة، شايفين هي تتني الديل بتاعها وتقفل الكمام، الكمام بتاعتها اهي اهي اهي، الكمام بتاعتها اهي، هتتني الكم وهتركبيه، ادي الكمام بتاعتها اهي. يعني مش هتاخد حاجة منك. يعني انت لو اي واحد حابب يعمل مشروع عبايات ولا حاجة يشتري دلوقتي وياخد منها الكمية اللي هو عاوزها ويبيعها في الصيف، بقى العباية تعمل 200 جنيه. يعني انت لو تشتريها في الصيف العباية تعمل 200 جنيه، انت تشتريها منها الواحدة باربعين جنيه هتقفليها. انت لو عندك مكنة انت هتقفليها، هي مقصوصة، هي مقصوصة جاهزة، انت هتركبي الكمام بس، كمام وتتني وتقفلي الجناب بس مش اكتر. شايفين الجمال بتاعها، ادي الكم اهو نفس الرسمة اهي، انت بس هتتني وخلاص وهتركبيها. وادي الجلابيه وبتبيعها باربعين جنيه، مش جايه تمن القماش. هنتفرج عندها اهوت اهو، شايفين الشكل، الاشكال اللي عندها، الكحلي والاورنج ديت. اي جلابيه كانت باربعين جنيه. بصراحه كان عندها تشكيله حلوه قوي، والالوانات بتاعتهم تحفه، والخامه بتاعتهم جميله قوي، وكل حاجة لها، يعني انت بتشوفيها قبل ما بتاخديها. خليكي فردة. شايفين الالوانات النبيتي ديت، الرسمة بتاعتها حلوة اوي، وفي الاصفر، في الكوشة، في الاحمر، في الجنزيري، وفي الموز، وفي الازرق، في بصراحة يعني كل جلابية مع حاجتها. ده من قفل ولا بيتكش ولا يوبر ولا اي حاجة والله. طب انا ما تشوفي لي واحدة مقاسي. شايفين الالوانات، الالوانات بتاعتها خطيرة. جلابية بكام؟
ها الجلابيه بكام؟ ب 40. لا كل حاجتها، لا كلها حاجتها المتر ب 20. فيها كل حاجتها؟ اه يا حبيبتي دي ناقصه كم يهو؟ دي الازرق، دي جلابيه كام؟ شوفي اللون ده كده قدامك، ناقصه كمي بس وب 40 جنيه. هتلاقيه يا عم. ب 40 جنيه. شايفين العبايه الزرقاء ديت رسمتها حلوه قوي، يعني هي كلها راكبه بس هو الكم بتاعها اللي مش راكب، بتاخديه انت تركبيه، هي بتديهولك وانت بتركبيه. دي ب 40 حلوه، دي مسكتها كبيره، يعني انت تاخدي القماش على بعضيها وانت تقفليها. دي الاحمر بتاعتها، ودي الالوانات التانية اهيت. اي جلابية حاجتها كلها ب 40 جنيه، انت توفري الكمام بتاعتها موجودة، بتاخديها تقفليها بس على المكن. ب 40 جنيه. دي فيل الاخضر ده كده تركوه بقى 25. كان الحته من دي جميله، ودي الظهر بتاعها كمين ب 40 جميل. وادي الاخضر بتاعها، كل حاجه مع اختها، الكمام بتاعتها موجوده، وادي الصدر بتاعها الى قد ان انت تقفليها بس على المكنه. دي البتنجاني، ركز معايا يا مهاجر. هي واخده، هي واخده شبيهه ليه. شايفين اللبني دي جميلة جميلة، يعني الرسمة بتاعتها حلوة من على الصدر كده، وهي متقفلة. دي نص اهيت، انت بتاخدها تقفليها بس، يعني انت بتاخدي الجلابية بتقفلها على المكنة الجناب وتتني من تحت وتركبي الكم بس، وباربعين جنيه ولا حاجة، مش جاية تمن القماش. وفي فرن اللون الأخضر والفستقي والأحمر والنبيتي، بصراحة عندها كان عندها الوانات كتير وتشكيلة حلوة اوي. يعني اللبني، اللبني والاخضر والاحمر والبني والكحلي والازرق، عندها بصراحة الوانات كتير. انت بتاخديها بتقفلها بس، يعني لو اي حد حابب يشتري دلوقتي كميات، هي دلوقتي رخيصة، لو انت تاخديها وتركنها وتبيعها في اول الصيف، يعني كل حاجة ولها سعرها حسب القماشة، يعني في حاجات ب85، حاجات ب100، تبيعها ب100، ممكن توصل معاك ال250، انتو شطارتك. بس كان عندها بصراحة، كان عندها تشكيلة حلوة. دي جلاليب كرداسة، يعني دي جلاليب كرداسة، يعني اللي زي دي ديت هي متقفلة فوق وتحت بس، هي تتني الجنب من هنا وتتني الكم، اي ومقاسها مكتوب عليها ومقاساتها كلها مرتاحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو شير ولايك.